من العاصمة المصرية القاهرة محللة أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذة أماني رشيد. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أماني. إذا بالبداية كما نلاحظ كلما اقترب موعد تحديد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نرى تحركا لمؤشر الدولار، وفي ظل هذه التوترات الجيوسياسية كيف تصفين أداءه خلال تعاملات الجلسة لهذا اليوم؟ صباح الخير. اولا طبعا لو احنا بنتكلم عن الدولار الامريكي هو بدا يشهد بعض يعني التراجع بعد الارتفاعات القويه التي سجلها طوال الاسابيع الماضيه مع يعني توتر الازمه ما بين روسيا واوكرانيا وانضمام الولايات المتحده وبدء فرض العقوبات على روسيا، ولكن يعني يبقى الان هو المحرك الرئيسي للدولار الامريكي معدل رفع الفايده او انتظار قرار رفع الفايده، ننتظر القرار الاسبوع المقبل. طبعا توقعات او اغلب التوقعات تصب لصالح رفع الفيدرالي الامريكي الفايده بحوالي 25 نقطه اساس، ولكن يعني يعتبر تلك الوتيره نوعا ما بسيطه او لن تؤثر على الدولار الامريكي، على الرغم من ان رفع الفايده من المفترض ان يدعم الدولار الامريكي، ولكن حتى الان يعني 25 نقطه اساس في ظل ارتفاعات التضخم المفرطه والتي من المتوقع ان تواصل ارتفاعها قد لا تكون ذو تاثير كبير على الاسواق الماليه، وبالتالي فيعني يرى البعض ان الفيدرالي الامريكي على الرغم من هو قد يبدا في رفع الفايده ولكنه لن يؤثر على الدولار الامريكي. الدولار الامريكي ما يحركه الان هو يعني استمرار التوترات ما بين روسيا واوكرانيا، طبعا بما انه عمله برضه ملاذ امن، وايضا ترقب الاسواق اليوم بيانات التضخم الامريكيه وهي من اكثر البيانات التي تترقبها الاسواق عن كثب. طوال الفتره الماضيه ارتفع التضخم في الولايات المتحده بحوالي 7.5%، متوقع ايضا ان يواصل التضخم اليوم ارتفاعه اسعار السلع الاساسيه مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي، متوقع ان هو ايضا يواصل ارتفاعه بنسبه 7.9%، يعني اكثر من الوتيره الارتفاع الماضيه، وبالتالي فاستمرار ارتفاع التضخم سيدعم استمرار ارتفاع الدولار الامريكي طبعا واستمرار ارتفاع اسعار الذهب، لان اسعار الذهب يعني استمرار ارتفاعات التضخم على الصعيد العالمي سيدعم استمرار ارتفاع الذهب كاداه رئيسيه للتحول ضد التضخم، وبالتالي فالدولار الامريكي قد تراجع نوعا ما او مؤشر الدولار الامريكي تراجع مع بدء فرض الولايات المتحده يعني العقوبات على روسيا، ولكن يعني لا يزال الاتجاه العام للدولار الامريكي صاعد على الرغم من استمرار او بدء الفيدرالي الامريكي في رفع 25 نقطه اساس فقط، ولكن يعني استمرار ارتفاعات اسعار التضخم الفتره المقبله سيدعم ايضا او قد يتسبب في الضغط على الفيدرالي الامريكي الفتره المقبله بمجرد هدوء الاوضاع ما بين روسيا واوكرانيا في رفع الفايده بوتيره اسرع، وبالتالي استمرار ارتفاع الدولار الامريكي. يعني اماني فيما يتعلق ايضا يعني تتحدثين عن قوه الدولار الامريكي في ظل هذه التوترات الجيوسياسيه واعتباره كملاذ امن، لكن معدلات التضخم مرتفعه وايضا قوه الدولار جميعها تؤثر على جميع العملات الباقيه تحديدا اليورو في ظل هذه المعدلات المرتفعه من التضخم وايضا يعني هذه يعني التوترات التي تلقي بظلالها على المنطقه الاوروبيه، كيف تصفين اداء اليورو في ظل هذه الضغوط وجميع هذه المعطيات؟ كما تفضلت حضرتك قلت ان يعني الدولار الامريكي ارتفاع الدولار الامريكي يضغط على اغلب العملات الرئيسيه واغلب العملات التي تعرضت لعمليات بيعيه قويه جدا كانت اليورو والجنيه الاسترليني، ولكن مع يعني توصل او بدء الفدرال بدء الولايات المتحده في فرض عقوبات على روسيا بدا اليورو نوعا ما يعني يحد من مكاسبه او يتخلى او يقلص بعضا من خسائره، ولكنه لا يزال الاتجاه العام لليورو اتجاه هابط بالرغم من يعني في الوقت الذي يواصل الدولار الامريكي ارتفاعه. نحن الان نترقب اليوم اجتماع البنك المركزي الاوروبي، المتوقع ان البنك يواصل سياسته النقديه الحاليه، ولكن اي اشارات من قبل محافظ البنك كريستين لاجارد في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع قد يتسبب في الضغط على اليورو من جديد، اي اشاره الى ان منطقه اليورو قد تتعرض لتباطؤ نمو اقتصادي او تراجع في الناتج المحلي على اثر التوترات ما بين روسيا واوكرانيا، استمرار الضغوطات على ازمه الطاقه في منطقه اليورو في اوروبا باجملها، وكل هذا قد يتسبب في يعني تصريحات نوعا ما سلبيه في كريستين لاجارد اليوم في المؤتمر الصحفي، وبالتالي نحن ننتظر او اغلب المستثمرون ينتظروا تصريحات كريستين لاجارد اليوم. اي تصريحات سلبيه عن التداعيات السلبيه الناجمه عن
توترات ما بين روسيا واوكرانيا او استمرار او توقعات تراجع الناتج المحلي او تراجع النمو الاقتصادي في الفتره المقبله قد يتسبب في الضغط على اداء اليورو من جديد في الوقت الذي يعني يواصل فيه الدولار الامريكي ارتفاعه امام اغلب العملات الرئيسيه. نعم امال يعني بالحديث عن ايضا الملاذات الامنه من العملات، اذا تحدثنا عن الين الياباني الفرنك السويسري، لاحظنا يعني تصريحات المركزي الياباني تتحدث حول الابقاء بسياسه التجديد النقدي في وضعها الحالي في ظل هذا الارتفاع في معدلات التضخم، وايضا الفرنك السويسري. إذا التفاوت بين قرارات البنوك المركزية العالمية كيف يؤثر على الملاذات الآمنة من العملات؟ مبدئيا قبل بداية تفشي أو أزمة كورونا أزمة روسيا وأوكرانيا كان المحرك الرئيسي للأسواق السياسات النقدية المتفاوتة ما بين البنوك المركزية المختلفة. صحيح. الولايات المتحدة مثلا تتجه لتشديد السياسة النقدية في الوقت الذي يعني يواصل فيه بنك اليابان الاستمرار في السياسات النقدية التوسعية وبث السيولة في السوق، الأمر الذي تسبب فيه ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. ولكن مع تفشي يعني الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد التوترات ما بين روسيا عامة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بدأ الطلب على الين الياباني والفرنك السويسري كعملات ملاذات آمنة أيضا يعني تواصل ارتفاعها بالرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات مثل اليورو والاسترليني، ولكن نجد أن الين الياباني نجح في التماسك أمام الدولار الأمريكي بالرغم من تفاوت السياسات النقدية لأنه في المقام الأول عملة ملاذ آمن أيضا. ولكن مع هدوء الأوضاع وإذا بدأت الأوضاع في الهدوء الفترة المقبلة سيعود المستثمرين النظر إلى تفاوت السياسات النقدية ما بين الولايات المتحدة وما بين بنك اليابان، وبالتالي سيصب الأمر أكيد في صالح الدولار الأمريكي، ولكن هذا يتطلب يعني هدوء الأوضاع أو وجود حل جذري ما بين التوترات ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لأن طالما هناك لا تزال أزمة هناك مخاوف لا يزال الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري يعني تلوح في الأفق. نعم محلل أول أسواق مالية في إيكوتي جروب الأستاذة أماني رشيد، كنت معنا من القاهرة.